هل يجوز أن يبيع الأب على ابنه مثلا قطعة أرض أو غيره من أملاكه؟ يجوز للأب أن يبيع ابنه كما يجوز له أن يبيع غيره على ابنه. أي نعم، يجوز أن يبيع على ابنه كما يجوز له أن يبيع على غيره، إنما المنهي عنها المحاباة. يعني لو أن عند هذا الأب فلة تسوى مليون وباعها على ابنه بمليون ما في شيء، لكن لو باعها على ابنه بخمسمائة ألف هذا بيع محاباة لا يجوز. نعم.